بفضل الله والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل ونجدد التحية والترحيب بالشيخ عبد الرحمن المحمدي. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن ومرحبا بك مرة أخرى. شيخ عبد الرحمن، قبل أن نستمع إلى الآيات بجمع القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، أنت ما شاء الله يعني حدثتني قبل الحلقة، أنت ما شاء الله كرمت في العام الماضي عام 2011 كان في ندوة وحضرها لفيف من كبار العلماء، وكرمت من قبل الشيخ الدكتور محمد حسان والدكتور سيد عبد العظيم والدكتور أحمد فايز والدكتور الله وكذلك يعني وغيرهم بحفظ القرآن زي ما أخبرت حضرتك. في 2011 حصلت لله تعالى الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور احمد احضر حتى ان هؤلاء احضر هذا الحفل لا سبحانه وتعالى حضرتك وقد الاستاذ بفضيله ادعو الله عليه وغيرهم اخرى وحفل نجمع فيه. في غفلة وفي غفلة من معرض ما يأتيهم رب استمع محدث وهو ربهم محدث ما يلعبون هم آتيهم من ذكر من مستمعوه هم يلعبون آتيه ذكر مثنعوه هم محدث إلا وهو ما شاء الله لك خير النبوة كريمة الدقاء لي عليك السلام بخير وعلى طاعته أدوى عبد الرحمن الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين سبب تحية العام في هذه قصر العام الهجري إخواني والخلق سورة ما تروا به يريح والسر فيه خير داع إلى الهدى لله عسكر فيه جبرية ترى بيسراه برهان وبيم على أبواب متى أبواب أن ميمون الشهون الشهور مبارك آثار له سلم على بدر البدور صلى الإسلام وعز المسلمين وأسأل الله تبارك كل بلد الله وسلم وبارك على سيدنا الله خيرا مبارك الله في دافع الله خيرا وبحمد الله جعلك دائي والديك نصير معنا اتصال عليكم عليكم السلام بخير حال الحمد لله ربنا يبارك فيك اتفضل يا يوسف اسمعك جزاك الله خير وإياكم ربنا يبارك فيك ويجعلك من علماء الربانيين ومن أهل القرآن كل عام خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال التي قدمناها في العام الماضي ممكن أقول لك حديث اتفضل يا يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه قلب ولا سورة ولا تمثيل رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتراخى في الدنيا تتراه الله يوم القيامة رواه صحيح الجنة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك يا يوسف أشكرك على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذين الحديثين الكريمين. نرجع لحبيبنا الشيخ عبد الرحمن المحمدي. الشيخ عبد الرحمن طب استمعنا أبيات الهجرة، عاوزين بقى نستمع لأبيات من تأليفك أنت عن القرآن الكريم. بفضل الله سبحانه وتعالى قد ألفتها منذ شهر. نعم ما شاء الله. وهي عن القرآن وأسميتها القرآن وأهله. نعم تفضل. أقول فيها: هذا كتاب الله خير الكلام وخير منزل على خير معلم أنزل التوراة كذا الإنجيل قبله وبفضل ربي سما فوق القمم فهو ذكر مبارك ونور مبين وهو حبل الله حق علم فبلاد الحرم بنزوله قد شرفت وشرفنا أهل القرآن له خدم فالماء غيث كل أرض جرز والنور غيث كل قلب صمم قد أكرم ربي نبيي بخلق كتابه فكتاب الإله به خير الحكم لذا احفظ كتاب الله وتمسك به فمن تمسك به فهو ذا قيم واحفظه صغيرا يحفظك كبيرا ويحميك بإذنه من كل النقم واقرأه مرتلا ليل نهار يوم فمن يقرأه يوما فأجره يعظم وإياك يا أخي من الهجران فمن يهجر كلام الله يندم قدس كلام الله واعرف قدره جميع قولك وفعلك به التزم أسلك به سبيل الهدى فإنه يهديك طريق ربي الأقوم أسلك
أسلك به سبيل الهدى فإنه يهديك طريق ربي الأقوم، وارفع قدره وعظم شأنه، وجاهد به سبل الهوى تغنم، واجعله دليلا في الكلام فإنه كل قول له دليل يلتزم. أكرم برجل كتاب الله نهجه، فلنعم صديق المرء خير الكلم، وخير جليس لا تمل حديثه، وخير جليس لا تمل حديثه، لو علم المرء قدره لم ينم. ردد حروفه تزداد به حسنا، كرره كرمه تكن نعم مكرم. وما أكرم قوم كان جليسهم، تدارسوه ورتلوه فأعلوا الهمم. ما علم المؤمن أمور حياته إلا من كتاب ربي الأعظم، فتعلم علوم الكتاب وأحكامه فتكون سبباً في جلب النعم. ولنعم العلوم علومه فإنها تهديك بالدنيا وبسببها تنعم. لا تجعل الوجدان ينساه أبداً، فمن نسيه بعد الأخذ يندم. أعزكم الله يا أهل القرآن، أعزكم الله يا أهل القرآن، فقد نور الإله قلوبكم وقت الظلم. هنئتم يا أهل القرآن وطبتم، نور الله كلا داريكم بلا عدم. وأختم بالصلاة على النبي محمد والآل والصحب وقارئ الكلم. ما شاء الله لا قوة إلا، ونعم الكلمات ونعم التأليف بل ونعم اللقاء والإلقاء. ما شاء الله لا قوة إلا. ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، يعني جزاكم الله خيرا، ودائما في تقدم وفي رقي ومن تقدم إلى تقدم دائما يا شيخ عبد الرحمن. وهذا هو كما أقول دائما، هذا هو ابن الأزهر، هذا هو نموذج للشباب المسلم، والذي لسان حاله دائما يقول أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا مؤمن هل تعرفون المؤمنة، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى، أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد، محمود، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، بخير، نحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه، ربنا يبارك فيك. أرحب بأخي إذا عم بحضر. منور الشيخ عبد الرحمن محمد. الله يخليك، الله يكرمك. الله يخليك، أعزك الله. اتفضل يا شيخ أحمد. أنا هقرأ إن شاء الله، وأخوي عبد الله إن شاء الله يقرأ بإذن الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ مرحبا يا عبد الله، كيف حالك؟ انت عامل ايه؟ بخير حال، في نعمة والله، كل عام وانت بخير. اهلا ابويا واهلا ليا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يثبتكم على الحق. اتفضل يا شيخ عبد الله، اسمعك. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح، ورايت الناس يفدون في دين الله افواجا، اسبح لحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي أخيك وفي جميع أسرتك. طب نستقبل اتصال آخر من الأخت الفاضلة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخت نهلة، كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير، تحياتي لك فضيلة الشيخ الدكتور محمود نصر، بارك الله فيك وفي والديك، يرفع قدرك، وأحيا الله ضيفنا الكريم. نور الشيخ عبد الرحمن. بداية أقول إن حدث الهجرة لكاف إلى أن نستلهم منه الدروس والعظات والعبر. نعم. وأسمى ما نتعلمه من هذا الحدث العظيم
التضحية والفداء، وأن نؤثر محاب الله على محابنا ورضاه على رضانا كما كان صلى الله عليه وسلم. فقد ترك مكة التي هي أحب البلاد إلى قلبه، ترك المكان الذي يذكره بمنشأ طفولته وملاعب صباه وعظيم ذكرياته مع الأهل والأحباب. وكما يقول القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ترك هذا كله فارا بدينه، مهاجرا إلى ربه، ليواصل بناء دولة الإسلام، ويشع نور الإسلام ساطعا بين الآنام. وهذه رسالة لنا جميعا ولأهل غزة. أقول لهم: لا عليكم أن تقدموا النفس والمال والولد نصرة لدين الله، فالنصر له تضحيات، والثبات على دين الله له وسائل ومقتضيات، وإدراك جنة الرحمن له ثمن ومعطيات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يحرر أقصانا ومسجد الأقصى الأخير، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر أختنا الفضيلة نهلة على هذه المداخلة التي افتقدناها منذ زمن، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت أن يحرر المسجد الأقصى، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونقول للمسلمين في كل مكان يعني بخصوص هذه الأحداث المؤلمة والمسيفة، أحداث غزة، نقول للكل: ألا فندعو الله سبحانه وتعالى، وألا فلتبكي عيوننا، والله قبح الله أعين ترى مآسي أمة الإسلام ولا تبكي. ولكن ليس الدموع كل شيء، وإنما لابد أن تري الله منك خيرا. إن الله عز وجل يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بالإيمان به وبالإنفاق في سبيله، بالإنفاق في سبيله. فنحن نبذل الغالي والنفيس، نبذل المال من أجل مساعدة إخواننا في غزة. نستقبل اتصال من صديقة برنامج ترجمان القرآن، أخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، يا ريت أخت فاطمة تعاود اتصال بنا مرة أخرى. الشيخ عبد الرحمن، انت ما شاء الله لك وقت، حصلت على اجازه من فضيله الشيخ صلاح ابن مصطفى ابن شنيشن، وهو ما شاء الله مدرس القران والقراءات في كليه الدراسات الاسلاميه بالمدينه المنوره. نعم. حدثنا عن حصولك على هذه الاجازه. والله قد حصلت على هذه الاجازه منذ عامين تقريبا. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت اجازه في قراءه الامام عاصم من روايتي الامامي حفص وشعبه رضي الله عنهم جميعا. قد ختمت القرآن بأكمله على فضيلة الدكتور صلاح شناشن، وقد أجازني في ذلك، وأنا الآن أقرأ ختمة بالقراءات العشر الصغرى على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علوة المدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، وأقرأ أيضا إجازة بالقراءات العشر الصغرى على فضيلة الشيخ محمد ابن محمود قادوس الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة الشيخ عبد الرازق ابن إبراهيم علي موسى رحمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب الشيخ عبد الرحمن، يعني سؤال قد يكون غريب لك، لو لم تختر علم القراءات، ولو لم مثلا تتقدم للالتحاق بمعهد القراءات، كنت اخترت ايه وكنت تتمنى تطلع ايه؟ انا من عاداتي، والحمد لله سبحانه وتعالى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يديم لي هذه الصفة، احاول ان اهيئ نفسي على ما قدره الله لي سبحانه وتعالى. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما قدر لي علم القراءات، أحاول أن أبذل قصارى جهدي في علم القراءات. لو قدر الله لي غير ذلك، لبذلت قصارى جهدي كي أنال شرفي الدنيا والآخرة. يعني بمعنى أنني لابد وأن أبذل قصارى جهدي في أي مكان يسر الله لي سبحانه وتعالى فيه. أنت هيئت نفسك ونظرت نفسك لخدمة الدين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلني منهم. آمين. ربنا يبارك فيك. يعني لا أملك إلا أن أقول: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. تعالوا بنا أيها المشاهدون الكرام نستمع إلى نشيد بعنوان جدد حياة القلب بالقرآن من حبيبنا الشيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ عبد الرحمن.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورد حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهينك عنه سعي ذائب، وبه اعتني واحذر من الهجران. عطر به أفق الحياة فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن. لا تستقيم حياتنا إلا به، هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة، ثقل به الحسنات في الميزان. هيا معا نحيا مع القرآن في روض الهدى والروح والريحان. رائع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وأن يزيد صوتك حلاوة وجمالا. شيخ عبد الرحمن، إن وقت الحلقة أوشك على الانتهاء في دقائق معدودة، نصيحة توجهها للمشاهدين الكرام، وكلمة أيضا نذكر فيها المشاهدين الكرام يعني مرة أخرى، أو واجب المسلمين تجاه تلك الأحداث المؤسفة في غزة. أولا أوجه كلمة إلى حاملة القرآن، أقول لهم يا حاملة القرآن كونوا حاملة للقرآن. هذه النصيحة لا أوجهها لحاملة القرآن فقط، بل أوجهها للمسلمين، لأنه ينبغي على المسلمين كلهم أن يكونوا حاملة للقرآن. فيا أيها المسلمون كونوا حاملة للقرآن، القرآن دستورنا، القرآن منهجنا، القرآن شرعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكمه فينا. وإذا رجعنا إلى كتاب الله سبحانه نعم. وتعالى فسيخاف منا أعداء الإسلام. نعم ذلك؟ نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني أخبر أن كل أن الإنسان حينما يتمسك بالله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى أكثر، حينما يرفع الله سبحانه وتعالى في الدنيا أكثر، ويجعل له قيمة في الدنيا وقيمة في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما كلمة شكر وتقدير، فأنا لا أنسى طبعا كل من له حق علي، فهذه الحلقة وهذا المجهود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله طيبا، أهديه هو من الله سبحانه وتعالى، هذا هو من الله سبحانه وتعالى، وأهديه إلى الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، بل وأهديه أيضا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وأهديه أيضا إلى أبي وأمي اللذين رزقني الله سبحانه وتعالى بهما منذ صغري وإلى الآن، فهم في خدمتي منذ الصغر إلى الآن. أسأل الله سبحانه يبارك فيهم، ومهما قمت بالكلام نحوهم فأنا لا أقدر حقهم ولا أستطيع أن أوفي حقهم، وأنا الآن أعلنها أمام حضرتك يا شيخ محمود أنني أقبل أيديهم وأرجلهم. زادك الله أدبا وزادك آمين. الله تواضعا وزادك الله برا بوالديك. وبل وأهديها إلى إخوتي أيضا، أختي وأخي عبد الله وإبراهيم، وأيضا إلى جميع مشايخ وعلماء القراءات في مشارق الأرض ومغاربها، وجميع أساتذتي منذ الصغر، وخاصة أساتذة معاهد القراءات. وأخيرا أهديها إلى معلمي وشيخي الأستاذ الدكتور محمد علوة، وشيخي الدكتور صلاح شنيشن، والشيخ محمد قادوس، وجميع المشايخ، ولا أريد أن أنسى أحدا، فهم والله ذو خير إلى العبد من العبد الفقير الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوفيهم حقهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شيخ عبد الرحمن المحمدي الذي شرفنا في هذا اللقاء الطيب الممتع المبارك. وأنا في حقيقة في نهاية هذه الحلقة لا أملك أن أقول للمشاهدين الكرام وللمسلمين والمسلمات في كل مكان، إذا سألتم عن أسباب النصر والتمكين في هذا الوقت الحرج ستجدون أن النصر والتمكين يكمن في التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلن تضل الأمة قسما بالذي لا دين إلا دينه
قسما بالذي محمد رسوله لن تضل الأمة ولن تهان الأمة ما دامت متمسكة بالكتاب والسنة. يعني ادعوا لإخوانكم في غزة، فأهل غزة هم أهل عزة، ادعوا لإخوانكم في غزة وفي سوريا وفي كل مكان في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، ادعوا الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون هذه الساعة يستجاب فيها الدعاء في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. لأملك إلا أن أتقدم بخالص الشكر للشيخ عبد الرحمن المحمدي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، وشرفتنا في برنامجنا ترجمان القرآن، وشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وأخص بشكر مخرجنا أستاذ معتز، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام يصل الشكر، أشكركم على حسن استماعكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. سبيد تي في شوب، اتصل على 3 77 20 30 7. في الشتاء القارس وبرودة الجو القاسية، سبيد جابت لك الحل لحد عنك. بنقدم عرض الدفاية الساخن جدا جدا جدا، دفاية جندوتك من سبيد، دفاية عملية تمتاز بالتدفئة العالية وموفرة للطاقة. وكمان دفاية جندوتك من سبيد ممكن نشغل شمعة واحدة أو الشمعتين، يعني الدفا زي ما تحب، وكمان مزودة بسيفتي كي، مفتاح أمان، يعني ما نخافش على أطفالنا أو مفروشاتنا، لأن جندوتك تتمتع بالأمان التام، ودي أهم حاجة سبيد بتراعيها في اختيار منتجاتها، يعني لو وقعت على الأرض هتفصل فورا، وده الجديد وده التطوير، وكمان ضمان لمدة عام، يعني ممكن حضرتك تشغلها في أي مكان، في الصالة، في المكتب، في أوضة النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالأمان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل أوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع أولادنا. كل ده ممكن يكون بكام؟ 150 جنيه؟ لا. 140 جنيه؟ برضو لا. فقط سعر دفاية جندوتك من سبيد 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، لأنك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن.